جدا مشاهدي وجبع قناة شفتيف، مرحبا بكم في هذا البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء. يعني حادث سير إبراهيم الروداني بين جوج ديال السيارات، يعني كما كتلاحظوا معنا خسائر مادية كبيرة، يعني كما كتلاحظوا معنا هذه السيارة هذه الجانب الأيسر ديالها كامل مشى، الجانب الأيسر ديالها كامل مشى، في حين أن السيارة الأخرى مضروبة من الباب اللي في الخلف. كيف كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، الإنسان فترة الليل صراحة كاين بعض المتهورين اللي كيمشيو بواحد السرعة جنونية، الإنسان ياخذ الحيطة والحذر ديالو ويمشي بشوية عليه بالمهل. يعني شوفوا معنا لولا الألطاف الإلهية كانت هتوقع شي كارثه. يعني مشاريع إبراهيم الروداني دائما معروف كثرة ديال الحوادث السير. شوفوا معنا مشاهدينا الكرام، الله يعوضهم الله يعوضهم. الان حضور رجل الامن المعين من اجل المعاينه ديال الحادث السير هذا هنايا، مشكورين رجال الامن صراحه اللي حضروا على وجه السرعه، لهلا خطينا امن في بلادنا. يعني كيف ما كتشوفوا معنا السياره اللي راه مع الحادث، هاد السياره هادي اللي امامي هي السياره اللي في الضفه الاخرى، راه مضروب ليها الباب اللوراني من السياره كامل مضروب، في حين هاد الطونوبيل هادي كيف ما كتشوفوا معايا الجانب ديالها كله مشى. الانسان يحذي راسو وياخذ الحيطه والحذر، يحترم قانون السير. راه ولينا كنشوفوا مؤخرا حوادث سير خطيره كيوقعوا خصوصا في الفتره ديال الليل، راه مجموعه من الاشخاص كيفقدوا الحياه ديالهم، عفاكم سوقوا بشويه. الله يعوضهم. إذن مشاهدينا الكرام، غادي نودعكم على أمل، نتلاقاوكم في بث مباشر آخر إن شاء الله، إلى اللقاء.